سلام. عارف يا عمر، ظاطت جوي وكترت جوي المواقع اللي بتهاجم النبي عليه الصلاه والسلام، صلى الله واللي عليه بتهاجم وسلم. الاسلام، واللي بتتفهنا، واللي بتحسسنا ان احنا مش عارف، والملحدين بقى كتروا وبتاع، المثقف ملحد يعني. يعني انا واد مثقف، انا واد جامد، انا مش عارف ايه، فانا ملحد. منطقي منطقي لما يبقى يتيم وامي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحساد هتكتر والعدا والكارهي، واللي هيقول لك ده شاعر، واللي هيقول لك ده ساحر، واللي هيقول لك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم. منطقي هي غيره، هي غيره زي غيره الوليد بن المغير، مش كان هيسلم؟ بس حاجه في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت. اصل ده الكبر ده اكبر خطر، بس يعني الجنه تعمر وحدها، حبه في الجنه ونعيمها وحبه في سقر. منطقي. ومنطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا. منطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا. ما دمت مش زارع بايدك غلتك، والجوع جرس على معدتك فزلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجيلك وش تغضب ولا تحمج ولا ترفع شكوتك؟ هم مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر، هم قاصدينك وقاصديني وقاصدين كل جيلنا. وطول ما نتشتت ونتفرج وبندار الحجايج لسه ياما رح يجيلنا. اما سيدنا النبي ربه كفيه، ربه كفيه، هو خالقه ومصطفيه. لو كانوا حضروه كانوا عرفهم يرسموه، لو كانوا حضروه كانوا عرفهم يرسموه، كانوا حيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه، كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوءه. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا لا فيه ادب ولا فيه عمل ولا فيه فنون. اتلهينا فاحنا كنا واحنا كنا واحنا كنا، ونمنا في اللي راح يكون. بس احنا فجنا، احنا فجنا بجد، اسفين لك وراجعين لك. شعبك نشيط طاهر وصافي وتقي، زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلب طاهر نقي. اما اللي وكلاهم غيرتهم فده منطق. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.